والحمد لله والشكر. انحجرت 14 يوم والتحليل طلع حساس سالب ماكو شيء. أنا عامل موظف خدمة أقدم أكسجين للناس. دخلت هذه المريضة كانت مختنقة، فقدمت الأكسجين من طريقة الالتماس، تحول بيها فيروس كورونا والحمد لله والشكر. انحجرت 14 يوم والتحليل طلع حساس سالب ماكو شيء. عدد المرضى الموجب في محافظة كربلاء لحد اليوم 19-13، 2 توفوا و9 موجودين، 2 تماثلوا للشفاء، فالباقي ايش قد؟ 7. في 7 2 ان شاء الله هم اذا طلع التحليل سالب ايضا ان شاء الله يطلعون باجر او عقبه.